مع عائلتها، إضافة للعشرات من العائلات دون بديل. علياس والمزيد من التفاصيل. يبدو إن القدر كتب على الطفلة رقية أن تبقى مع عائلتها بلا مأوى في ظل حرارة الصيف اللاهبة بعد شمل منزلهم بالهدم ضمن حملة التجاوزات وسط المدينة. الطفلة ذات 11 ربيعا يرتسم على تعابير وجهها الحزن واليأس وهي تقف على إطلال منزلها المهدم دون سابق إنذار، الأمر الذي جعلها هي وعائلتها كالمشردين. هالفلشة وبيتنا هسه احنا قاعدين بالشارع، وين نروح؟ حتى دراستي عفتها، ماكو حد نقعد وياه، وين نروح يعني؟ فلشوا بيتنا، العالم كلها ما فلشوها بس بيتنا فلشوا، وين نقعد؟ هاي كلها البيوت عافوها كلها بس احنا بيتنا فلشوا، اجوا علي وفلشوا، كنا بالزيارة وفلشوا، وين نروح؟ لا عدنا مكان نقعد بيه، لا عدنا فشي نقعد بيه، قاعدين بالشارع. أنا عبد الله الحجية مريضة، وأنا قاعد بإيجار، زين؟ من تريد تفلشون هاي البيوت، زين هاي بهاي الحالة أنا ما عندي، أمورنا تعبانة، زين وين أوديها وين أروحها؟ نعم الله على الحكومة، أريد من الله والحكومة يساعدونا على مود التفليش، زين إلا يفلشوا بيوتنا، وهاي المرة مريضة، وأنا ما عندي، منين أجيب؟ حتى ايجار مع هذا ايجار بيت الله وكيلك محمد كبير، وهذا ما اجى ايجار زين، وانا ما عندي، وانت تشوف هاي الحاله، لا اكل ولا شرب، حائر بس بيه. ويبدو ان حمله التجاوزات ستسبب معاناه لا نهايه لها لسكان العشوائيات البالغ عددهم اكثر من 200 عائله، في ظل غياب الحلول التي تضمن لهم سكنا يستر على عوائلهم، إذ بات حلم هذه العوائل هو البقاء على منازلهم دون تهديم حتى يتم إيجاد البديل. أناشد سيادة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي اللي وعدنا ووعد الناس الفقراء بأن بيوتها ما تتفلش، هاي حال بيوتنا وهاي حال بيوت الفقراء، هاي حال الناس لا حول ولا قوة هيك يفلشون بيوتها. الله يرضاها بشهر محرم الحرام، بشهر أبا عبد الله الحسين يفلشون بيوتنا. حسان وجهالي قاعد بالشارع حاليا، لا إيجار لا بيت لا مأوى، كل شيء ما عندي، يعني وين نروح؟ لحد الآن كل شيء ماكو، ويطونا يعني يجون يفلشون ويطون إنذار يومين، حس باكر يطلعون علينا يفلشون بيوتنا. زين هاي الناس وهاي العوائل وين تروح؟ هاي الناس الفقراء حتى قوت يوم ما عدها وين تروح؟ الله أكبر رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني احنا ناشد الحكومة العراقية، اريد غيرتهم، اريد اهل الغيرة من رئيس الوزراء، من المحافظ، من اي دولة عراقية اللي هي احنا ساكنين بها، اريد من عندهم من الله ومن عندهم ينظرون بقضيتنا وقضية اطفالنا وقضية اولادنا، وين نروح بهالشتاء هذا؟ احنا مقبلين على شتاء، يعني اذا تفلش بيتي اقعد بالشارع، واقعد بالشارع انت ما تقبلها، لا تقبلها على نفسك ولا تقبلها على عائلتك ولا تقبلها على اولادك، يعني هم اخوك، اذا تفلش بيتي وين اروح اني؟ يعني انت جرام من فلشت هدي اولادي تيهتها بالشارع. واذا ما امعنا النظر في حال هذه العائلات وما حل بمنازلهم البسيطه، يتضح لنا ان القائمين على حمله رفع التجاوزات لن يتحلوا بالانصاف مع المواطن. من مدينه الحله علياس، قناه وطن الفضائيه.